يا مساء السعادة على كل مشاهدي برنامج الطبيب، وهنبدأ معاكم فقرة جديدة بس مميزة جدا. أنا عايزة كل سيدة بتشوفنا أو كل بنوتة، إذا كان بقى قبل الجواز بعد الجواز، تركز معانا النهاردة عشان هنصحح مفاهيم مصطلحات ممكن يكون بيختلط عليها الأمر، زي تكيسات المبيض وأكياس المبيض. فقرتنا النهاردة أكتر أو هنعرف أكتر فيها أكياس المبيض. هل أكياس المبيض دي ممكن تكون عند بنوتة ولا لازم تكون متزوجة؟ هل أكياس المبيض ممكن تأثر في الحمل والإنجاب؟ هل أكياس المبيض ممكن تدخلك في مشكلة وألام نفسية وألام جسدية ولا لأ؟ يعني إيه العلاج بتاعها؟ هل علاج طبيعي أو علاج يعني بتاخده مثلا روشتة معينة ولا لازم يتم استئصال؟ وهل في كل الحالات؟ مفاهيم كتيرة قوي بيختلط بيها الأمر معانا النهاردة. هنحسم الموقف يا جماعة، ولما حبينا نتكلم في موضوع مهم زي ده حبينا نتكلم يعني مع خبرة، مع اسمه علامة كبيرة جدا في عالم الحقن المجهري وأطفال الأنابيب ونساء والتوليد، ويعني مناظير بالأخص هو جدير فيها ومحقق أعلى نسب نجاح، وما بيحبش يستخدم الجراحة خالص، بل بالعكس هو بيقول أنا ممكن أعمل أي حاجة بالمناظير، وده فعلا سر من أسرار نجاحه الكبيرة. خلينا النهاردة نرحب بيه أستاذ دكتور أحمد عبد الغني راجح، استشاري أطفال الأنابيب والحقن المجهري وجراحة المناظير، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المناظير، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات دار الأم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا منورنا و... أهلا بيك يا وطبعا أهلا بيك. برنامج الطبيب مبسوط إن أنت معانا النهاردة، وبنتمنى إن أنت تكون دايما متواجد. الله يبارك فيك. في البداية دكتور، قبل ما نبتدي نعرف بالظبط أكياس المبيض، خلينا نعرف إيه الفرق ما بين تكيسات المبيض واكياس المبيض، عشان يعني نريح ناس كتير قوي من يعني المفاهيم الغلط دي. تمام. طبعا هو في فرق شتان او بين اكياس وتكيسات. الاكياس هي عباره عن التكيسات هي عباره عن حاجات صغيره حجم الاكياس، حجم التكيسات صغيره ما بين 2 مللي الى 4 5 مللي. حلو قوي. وبتبقى متعدده في حجم المبيض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جبت طبق وحطيت فيه بيض، اقول البيض ده الطبق ده مليان بيض. اوكي. بيضه تمام؟ ده حلو. دي اكياس. دي التكيسات المبيض. دي تكيسات ايه؟ تكيسات المبيض اللي هي عدد كتير. مليان بيضات صغننه حجمها 2 4 مللي. حلو. لكن انا لما اجي طبق كبير وهحط فيه بيضه بتاعت نعامه، اقول دي بيضه، دي كيس. يبقى حجم الكيس ما هو حجمه كبير اكبر من كده. وبيفترق بقى انواع الكيس على حسب الكميه، النوع بتاعه الموجود. فالتكيسات لها علامات ولها دلائل موجوده، اللي هي حجمها صغير من 2 ل 4 مللي، لكن اكياس بتبقى حجمها بتصل طبعا بتبدا من 3 فيما فوق، توصل لحجم ايه؟ حجم عدد بيكون كبير. الاكياس حجمها ممكن يتعدد وتبقى ممكن كيس واحد على حسب نوعه او طبيعته. لكن التكيسات هي حجمها متعدده في قلب المبيض. طيب الاكياس، اكياس المبيض، هل انا كبنوته ممكن يجي لي المرض ده، ولا مثلا دي بتيجي مع الزواج او التكيسات ولا الاكياس؟ الاكياس النهارده بقى فقرتنا اكياس. اكياس يبقى اكياس المبيض كبيره. تمام. حلو. طبعا الاكياس طبعا في نوع كتير جدا يميلي من الاكياس. في اكياس بسيطه، اكياس دمويه، اكياس اندوتوتيك، اكياس ديرمويد، اكياس لاورام خبيثه او أورام حميدة. في بتختلف طبيعة الأكياس عن طبيعة على حسب طبيعة المرض الموجودة. حلو. طيب في حاجات متعلقة بتأخر سن الزوج بالنسبة للبنوتة. بتبقى عرضة أكتر لحدوث أكياس معينة. أكياس إيه معينة؟ الأكياس المعينة بخاصة الإنديمتريوزيس ديت هي أكياس طبيعة معينة، هو مرض معين بيصيب البنوتة أكتر من الست المتعددة للحمل. فبمعنى ذلك إيه؟ هيسيب البنت المتأخرة في سن الزواج أو في تأخر إنجاب. حلو قوي. طيب لو أنا عايز أعرف يا دكتور، مثلا دلوقتي قدامنا بنوتة أو سيدة، في أعراض بتظهر عليا أعرف من خلالها إن أنا ممكن يكون عندي مرض الأكياس المبيض؟ أكياس المبيض طبعا في بعض الأكياس بتعمل تأثر بلخبطة الدورة. حلو. في بيظهر بعض العلامات في الجسم، في بيظهر للسيده اللي عند للبنات اللي هم بداوا قبل الزواج. اللي هو تاخد بقى تيجي تقول يا دكتور، او هي تشتكي لمامتها تقول يا ماما انا
بيجي لي ألم جامد جدا قبل الدورة ب10 12 يوم. بيزداد الألم ده كل ما اقتربت الدورة، بينتهي الألم ده بنهاية الدورة. دي مرض. في بعض الأورام الأكياس الموجودة السيد تقول أنا حاسس إن بطني كبرت زيادة عن اللزوم من غير وجود أي ألم تاني. في بنت تقول يا دكتور أنا حاسة إن مش قادرة آخد نفسي كويس مع بطني نفسها كبرت مش قادرة آخد نفس. فمع ذلك بيتأثر هذه الأحجام وهذه المرض وطبيعة المرض بطبيعة الكيس الموجود. طب يا دكتور لو انا عايز اعرف هل في اكياس مضره واكياس مش مضره؟ تمام. ولا هل في اكياس بتاثر على الحمل والانجاب؟ طبعا. واكياس ممكن اسيبها؟ اه. عايز اعرف المعلومه دي. اه بصي بيري حجم الاكياس، في اكياس معينه لازم اشيلها. الاكياس التي فيها خطوره لانها تحول لامراض مش طبيعيه. او اكياس اللي فيها ورم حميد لازم اخده احلله، الاكياس زي الدمويد. طبعا. الاندوميتريوزس النهارده اكياس الاندوموس اللي هو الاكياس بطبيعه الدمويه الموجوده غير الهيموريتشك. الاكياس الدمويه الموجوده الاندوميتريوزس ان احنا بنشوفها الاكياس العامه زي الشوكولاته بطبيعتها لها طبيعه علاج معينه، دي اللي بتاثر تاثير مباشر او اكتر على كميه المخزون الموجوده عند السيده. عشان كده وجود هذه الاكياس عند بنات بيبقى الم رهيب جدا ما تقدرش تعمله، بيبقى بياثر على مخزون المبيض عند البنت او البنوته. فمنحبش هذه مثل هذه الاكياس انها تستمر وتكون موجوده عند البنوته بحيث ما تاثرش على مخزون المبيض، فبالتالي هتاثر على تاخر انجاب، فبالتالي هتعمل التصاق في قلب الحوض. فانفجار من هذه الاكياس في اي وقت إن كان هيعرض تماما لدخول تدخل جراحي في اي وقت متاخر من الليل او النهار. فمعنى ذلك ان هيحصل تساقات في قلب الحوض لو اتدخلت او في دخلت مكان ما كانش مهيئ بالنسبه لها لجراحه المناظر. احنا هنقف عند النقطه دي عشان هي مهمه جدا، بس معانا تليفون وهنرجع فضل. تاني نهى. الو مساء النور، اتفضلي. انا عندي سؤال، عايزه ممكن صوتك يوضح شويه نهى؟ متجوزة 32 سنة. سامعني؟ سامحني يا دكتور. 32 سنة؟ تمام. 32 سنة وعندي أكياس مبيض وجوزي عندي ضغط. أكياس إيه يا نوع؟ أكياس على المبيض. الأكياس دي أنت عارفة نوعها إيه ولا نوع طبيعة أكياس مبيض؟ وزوجها عنده ضعف؟ جوزها عنده ضعف في الحيوانات المنوية؟ لا جوزها عنده ضعف في الحيوانات المنويه. لا عنده ضعف حتمي. طب الاكياس دي عامله لك اي الم يا نوها في الحوض؟ بتعمل الم اثناء البريود. طب هل الالم متاثر قبل الدوره ما تيجي؟ طب انا السن ده طب هل هو السؤال يا نوها بالنسبه لك عن الخايفه من الاكياس الموجوده ولا مفكره ان الاكياس عامله تاخر في الانجاب؟ كده عندي مشكله من عندي تاخر في الانجاب، مشكله عندي هما دلوقتي عندهم يا دكتور. بنشكرك جدا يا نهى، والدكتور حالا هيرد عليك. هي المشكله دي عندها، هل دي بتقول لحضرتك هي دي السبب الرئيسي لتاخر الانجاب؟ وكمان زوجها عنده المشكله، فايه الحل؟ ضعف. طب اول حاجه انا لازم اعالج الزوج اول، بعد كده بعمل بشوف حجم الاكياس. حجم الاكياس بيبان بالسونار كويس، بيبان بالاشعه كويس. لو انا ما اقدرش اشخصها بعمل أشعة مقطعية عشان أشوف حجم الورم الموجود قد إيه. إذا كان حجم الأكياس أو حجم الورم أنا شايفه بالسونار بالأشعة رباعية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد أو بثلاثية الأبعاد لو الدكتور شاطر. مفيش فيها كلام. حلو. عن طريق المجالس المهبلي يا جماعة. بقدر أشخص كويس جدا حجم الكيس وطبيعته نوعه، إذا كان هو أنا بتوقع إذا كان مؤثر على تأخر إنجاب ولا لأ. بقدر أشوف حجمه هتدخل فيه بمنظار جراحي. ايا كان الكيس تمام معدي ال 5 سنتي بيبقى اتشاف، اقل من 5 سنتي على حسب نوعه هذا دخل دخل بجراحه المناظير. بقول من هنا يا جماعه مهما كان حجم الكيس بالنسبه للسيده، تيجي تقول لواحد مثلا حجمه وصل 15 18 سنتي، لا بتدخل بيه برضك عن طريق المنظار لطريقه معينه بنخش ونشفطه ونطلعه بالمنظار 15 سم حتى ولو 15 و 18 بنقدر نتدخل بالمنظار
ونشوف حجم الاكياس ليس له ليفل بالنسبه لتدخل مناظير تماما. وبطمن اي سيده، فانا بقول للست تعالج زوجها الاول وتعمل طبعه تبويض جيده ونشوف حجم الكيس. اذا كان حجم الكيس اقل من 5 سم ومن نوع اللي انا ممكن اصبر عليه ما فيش مشكله خالص، في علاج معين بتاخده السيده بحيث بيصغر هذا ادام مش مصر. في ناس كتير جدا بتحمل وعندها نوعيه اكياس معينه لان بيكون مصاحبها اباضه جيده ما بتاثرش، ما فيش خوف حتى عليه اثناء السيده لما تحمل. اذا كان الكيس مؤثر على تاخر الانجاب فاعمل استئصال. حلو قوي. يعني افهم من كلام حضرتك ان مش كل الاكياس نوع واحد، في انواع طبعاً. ممكن ما احنا قلنا الاكياس ما ينفعش هي اكياس هي انواع متعدده ومختلفه. سرعه الجراحه فيها بتختلف على حسب نوعها او حجمها او وضعها. طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال، يعني عايزه برضو كله دق فيه يا جماعه. لو انا روحت عند دكتور ما عندوش خبره كويسه وشخص لي غلط وبعدين ما كانش الكيس محتاج للاستئصال وحصل استئصال، ممكن ادخل في يعني التشخيص الغلط ممكن يدخلني في متاهات؟ طبعا التشخيص الغلط وطبيعه الجراحات. التشخيص الغلط يا ميري بنقول انا اروح دكتور، بقول عشان كده لما بنقول دكتور لسيده انا راجل شاطر صح؟ الشاطر ده بيقف فوق هرم بيقول انا شاطر. طبعا اختلاف ما كده؟ طبعا لا. لكن الخايب انه يقعد تحت كرسي يقول انا ايه؟ هيتدلم الناس. طبعا اتفضلي تقولي يا دكتور انا ما حدش قال انك عندك اكياس، عمري ما هدخلك جراحه جراحه مناظير. هيخاف. لا انا بالنسبه لي حضرتك بتكلم شفت قد ايه بقى الثقه بالنفس قد ايه؟ انا بشوفها بلاقي الكيس موجود. دكتور انا متابعه مع كذا فرع مع حد كده وقال لي ما عندكيش حاجه. بقول لها مش هعمل لك جراحه مناظير الا لما تتوجهي لمركز اشعه. مركز ايه؟ اشعه. اشعه مش دكتور نسا حتى، مركز اشعه تعمل اشعه بمقاس المنبلي والجيل. طبعا بتيجي تقول بلاقي الدنيا وضعها صعب جدا. انه يفضل لكل سيده تعاني من عده اكياس موجوده، لا انا اروح لطبيب واروح لطبيب تاني او اروح مركز اشعه اشخص كويس جدا واتوجه من مركز اشعه الى دكتور متخصص كويس في جراحه الايه؟ جراحه المناظير. المناظير طبعا. بقول تاني يا ميد عشان انا اروح لدكتور ويقول لي عندك كيس، لا اتوجه لمين؟ ما اروحش الدكتور نسا، مركز اروح مركز اشعه، مركز اشعه متخصص في الاشعه يعمل لي اشعه بالمقاس المنبلي اتاكد بنفسي أو صح واخد الاشعه ديت واطلع بيها على دكتور متخصص في جراحه المناظير يقول لي بقى اقعد معاه طبيعه الجراحه عامله ازاي ونستأصل ونشيل اكياس ازاي. انا بشكرك جدا يا دكتور واستفدنا من حاجات كتير جدا وخدنا معلومه فعلا يعني هتفصل عن الاختلاط اللي بيحصل، واتمنى يا رب يكون ناس كتيره قوي استفادت النهارده. خليكم دايما معانا مع فقرات الدكتور احمد، وفي يعني معلومات كتيره قوي هنقولها في فقرات تانية، بس خليني الاول اشكره ويعني انا بشكرك على وجودك معنا بالفعل. استاذ دكتور احمد عبد الغني راجح استشاري اطفال انابيب والحقن المجهري وجراحه المناظير، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المناظير، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات دار الأم. وأنا كمان بشكركم، أشوفكم على خير إن شاء الله.